بنات هاي لكم القصة اسمعوها. خذت عيال غصبا عن أبوها، ريال متزوج قال إنه مطلق، أبوها قال لا تاخذي، هي أصرت وخذته، وايد يحبها وايد يموت فيها وخلاص. تزوجوا، الوجه الثاني ظهر، سبحان الله. هني هي وايد متضايقة، شوفوا اللي أسدقوله، وايد متضايقة، هي متضايقة أنها شو سوت، ليش ما سمعت الكلام أكثر من أي شيء ثاني غير درجة الخذلان. درجة الخذلان أن أنت كيف أنا وثقت فيك، أعطتها ثقة. بس يا حبيبتي يا بنتي، أنت يا عمري أي شيء ضد أهلك، هذه يعني نتيجته. أنا ما أخذ أبوي دائما لنظرة في الرجل. شوفي الرجل يعرف للريال، المرأة ما تعرف، لكن الريال يعرف شيء من داخل يشوفه. لازم أبوك يشوفه، وإذا أبوك قالك لا يعني لا، ويطلع صح كلامه، خذيها مني خبرة. الشيء الثاني، تغير، ليش تغير؟ خذ اللي يباه. جزء مهم ثاني، هو أصلا ما يعرف يدير أي علاقة من علاقاته، وحتى لو كان مطلق ترى هو وصل معاه زواج الأول للطلاق. نعم في ريايل هم المتسببين بالطلاق، لأن هم النرجسيين حقا. احنا قلنا النرجسية يكونون حرمة أو ريال، لكن في هذه احتمال يكون هو نرجسي لأنه تغير، يعني كان قناع وشال سوى قناع ثاني، ويقول لك ما تبين يلا سيري أعلى ما في خيلك اركبيه وتروحين عند أبوك، ترى أبوك أصلا رافض الموضوع، فكيف تروحين عنده؟ أنا أقول لك درجة الخذلان عندك عالية، والله يعينك الله يعينك الله يعينك. أنا لازم أشوفك، يعني حتى لو زوم، إذا أنت خارج الدولة من دولة عربية أخرى لازم أشوفك، لأن سالفة أنك أنت تبين تؤذين نفسك هذه مخيفة، ولازم ندير بالنا عليك. سامحيني إني تأخرت عليك بهذه الاستشارة، خليني أشوفك ضروري. الله المستعان.